بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الهجرة إلى الله ورسوله من أعظم المناقب التي يتحلى بها الصالح، والله جل وعلا يقول: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. الصحيح أنها مقصود بها إبراهيم. فالهجرة إلى الله جل وعلا من أعظم مناقب الصالح. ذو البيجادين اسمه عبد العزة في أول ما ولد، مات أبوه صغيرا، كفله عمه، أغدق عليه أعطاه. لما أغدق عليه عمه وأعطاه أصبح لعمه عليه فضل. يد وفضل. جاء الإسلام بنوره، سمع عبد الله هذا الملقب آنذاك والمسمى بعبد العزة بخبر النبوة، أطلع عمه على هذا، تلكى عمه كل يوم يعده أن يسلم غدا، تأخر إسلامه، غضب على عمه، هم بالهجرة، منعه عمه، أصر على أن يهاجر، فتنصل عمه عن كل ما سلف وسلبه كل ما أعطاه. لكن من أقبل على الله بقلبه لن ينظر إلى عطايا المخلوقين. لم يبقى له إلا بجاد، والبجاد الكساء الغليظ، البجاد الكساء الغليظ. حملك تغطى يستر عورته ببجاده، وقدم من جبال يقال لها ورقان، إلى الآن موجودة طبعا، عالية جدا. الذهب إلى مكة طريق جدة القديم غير بعيدة عن المدينة المنورة، نزل من هنالك، قدم المدينة. لما أقبل الفهم هذا من الله، يعلم أنه قادم على النبي صلى الله عليه وسلم، قطع بجاده قسمين، شيء أعلاه به جعله رداء وأدناه جعله إزارة. لما علم الناس بصنيعه هذا لقبوه بذي البجادين فغلب على اسمه. فورد كما ذكر أهل الأخبار أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن اسمه، قال عبد العزة، قال بل أنت عبد الله. والصحابة كنوه أو لقبوه بذي البجادين فأسلم. أدركته غزوة تبوك، فورد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يموت شهيدا. هنا تأتي مسألة عظيمة، قضية النية والحفظ الإلهي. سأل الله أن يموت شهيدا، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظه من سيوف الكفار. الآن يا شيخ عبد الرحمن، لما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم احفظه من سيوف الكفار، هذا معناه أنه لن يموت شهيدا، لن يموت شهيدا قطعا. قال: ما هذا سألت يا رسول الله؟ فقال: إنك إن خرجت غازيا فمت مت شهيدا بنيتك، ليس بالضروري أن تقتل، ليس بالضروري أن تقتل. الله. ذهبوا الركب ذهب الركب الميمون إلى تبوك، لم يكن هناك حرب. أناخ النبي صلى الله عليه وسلم المطايا، جعل معسكرا. في إحدى الليالي حمى، صابته الحمى، عبد الله ذو البجادين صابته الحمى، حم توفي. في الليل دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، ويقف على رأسه الشيخان أبو بكر وعمر يحملان من ذا البجادين، عبد الله بن مسعود ونعم الشاهد كان حاضرا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في القبر نازل لأبي بكر وعمر: أدلي إلي أخاكما. ثم وضعه في قبره. ورد أنه قال: اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود: فوالله لوددت أنني صاحب هذا القبر وقد أسلمت قبله 15 عاما. لأن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، ممن أخذ القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أو المقطوعة من السيرة قليلة الألفاظ، ليست مليئة بالأحداث، لكنها زاخرة بالعبر والعظات والمعاني الجليلة. أعظمها: من صدق مع الله صدقه الله، أبدله الله بدل البجادين الذين كان يرتديهما ويأتزر بالآخر يدي أبي بكر وعمر يحملانه. وأبدله الله جل وعلا بعد ذلك بأطيب من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في قبره. وقطعا ليس سهلا أن يكون آخر عهد رجل بالدنيا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن سواد بن غزية طلب أن يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه، وقال: حضر ما ترى. في القصة المعروفة، لأن الإنسان إذا كان آخر عهده بالدنيا
مسجد صلى فيه، أو طواف بالكعبة، أو عمرة كان يريد أن يأتيها، أو قرآنا كان يقرأه، أو تسبيحة كان يسبحها، أو صلاة فريضة لتوه فرغ منها، لا شك أن هذا نوع من المبشرات. الله أكبر. يعني الإنسان العاقل يكثر مثل هذه الأعمال حتى إذا جاءه الأجل لا يخطئ واحدة منها، ما بين صلاة وصدقة وذكر لله وطواف وسعي، والله أعلم على أي حال يقبض عبده. لكن مهما كان، أعظم من هذا القلب وتوجهه وإقباله على الله جل وعلا، وهذا أعظم ما يمكن أن يؤخذ من هذا الخبر. فإن خبر ذي الوجهين لا يجهله الناس، مشاع في السيرة، ذائع يعرفه الصغار قبل الكبار، لكن القضية كيف يقتبس الإنسان من هذه الأخبار المعاني السامية التي تقربه إلى الله جل وعلا الواحد القهار. كم جاء الشيطان إلى ذي البجادين قبل أن يهاجر إلى المدينة يذكره بمتاع عمه وبحبوحة العيش والطرف الذي كان فيه، وأن هذا سينقطع، لكنه آثر أن يقبل على الله، والتجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة. فمنظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظه من سيوف الكفار، ولا يعرف الشيء دائما بنقيضه، هذا خطأ. يعني لابد أن يفهم كل سياق في الأحاديث على بابه، وبعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم لا يصح إمرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا إن الحفظ من سيوف الكفار منقبة، فمعلوم أن كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماتوا بسيوف الكفار. فلا يعني هذا أن الموت بسيوف الكفار مثلبة عند الله، محال، هذا شيء، هذه شهادة وهي أعظم من هذا. لكن لكل أحد خصيصة أراد الله جل وعلا أن يخص بها، بل إن أنبياء الله بعضهم مات على يد الكفار، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن ينبغي أن يعلم أن يعني كما قال بعض أهل العلم، أن كثيرا من الأمور كل منها لها مجراه، له طريقه، فلا يصح خلط الأوراق عند الحكم، ولا بد من التبيان والفهم عن الله وعن رسوله، حتى لا ينجم عن فهمنا السيء قول سيء نسيء به للدين من حيث أردنا أن نحسن. ولهذا قال الله وما يعقلها إلا العالمون.